صباح النور. الجلسة بتاع اليوم، جلسة اليوم هي معناتها طبعا لما وقع الاتفاق عليه داخل معناتها المجلس الجهوي من إقرار مبدأ إحداث المؤسسة المختصين في المجال لصياغة هذا معناتها النظام. فيه العديد من الملاحظات او من التساؤلات من طرف اعضاء المجالس البلديه باختلاف توجهاتها، وبالتالي نظمنا هذا اليوم على معناتها نظام داخلي نموذجي يقع المصادقه عليه في مرحله ثانيه من طرف المجالس البلديه، حتى تكون هذه المؤسسه وقع احداثها بصفه فعليه من طرف كل بلديات ولايه صفاقس. بجانب قانون معناها جايزه المساله، هذا هو احنا مش نناقشوه اليوم، هو الجانب التأسيسي القانوني النظام الداخلي قانونيا كيف يمكن التعامل مع هذه المؤسسة وكيف يكون لها وجود. حضور لونجيت معناها شنو الدور اللي تشارك فيه والدور اللي تلعبه بلدك؟ لونجيت هي مؤسسة تقوم بالمرافقة والمتابعة ووضع الاستراتيجيات الوطنية لكل عملية التصرف في النفايات. احنا اليوم مش نتكلموا على التصرف في النفايات المنزليه والشبيهه، ولكن لونجياد عندها مجال اوسع بكثير اللي هي كل انواع النفايات الموجوده في البلاد. دونك ما احناش باش ناخذوا صلاحيات لونجياد، ولكن احنا مش يكون هناك مؤسسه تعاضد المجهود اللي تقوم به لونجياد وممكن تعوضها في بعض المجالات، ولكن ما تنفي لهاش صلاحياتها الموجوده على قبل لونجياد كانت البلديه اللي تقوم بالمساله هذه. لا البلديه ما قبل لونجيد، لانه يعني ما تعرف قبل لونجيد ما كانش ثم مصبات لا اسانس. احنا ما قبل لونجيد كانت عمليه نقل النفايات كانت تصير في اماكن عشوائيه ما كانتش منظمه باللونجيد، ولا ثم مصبات مراقبه ماهوش بالعدد الكافي على كامل الجمهوريه متفقين، ماهوش ماهوش بالمواصفات اللازمه. اليوم احنا قلنا نخرجوا من المنظومه نتاع ردم النفايات، لاني معناتها ولات كيفاش يقولوها ديباسي، معناتها لازمنا نمشيو منظومه النفايات التثمين النفايات اللي هذه هي المنظومه اللي في مختلف انحاء العالم هو المعمول بها. ولكن تقعد هي علاش قلنا احنا لابد ان البلديه تكون موجوده فيها، لانه البلديه هي اللي تقوم بالعمليه الاولى من تجميع ورفع وفرز ونقل، بالتالي دونك لابد ان تكون ثم تكمله لهذه الحلقات بالمشاركه في التصرف وتثمين النفايات. عندنا تجربه مقارنه، عندنا تجربه تقريبا تو متعطله عندك اكثر من 20 سنه عمرها، هي تجربه مصلحه البلد. عملنا مجمع موحد للبلديات، نعرف التجارب هذه تضم البلديات لبعضها بال 20 سنه مش حلوا مشاكل. شوف كيفاش تراها المساله؟ شوف انا بكل صراحه انا نقول في اطار الدوله الواحده والموحده ما نجمش انا نرمي مسؤوليه نتاع اي منظومه كامله على جزء دون ما تكون الدوله الكل مشاركه فيه. أنا الإشكالية في المسلخ الموحد، المسلخ الموحد التوجه نتاعنا والاستراتيجية نتاعنا واضحة في إنشاء هذا المسلخ الموحد، ولكن ثم لابد من معاضدة المجهود هذايا من طرف الوزارات المعنية لمعناتها التقدم سريعا، يعني خلينا ما نقولوش احنا ما ثماش تفاعل، ولكن التفاعل بطيء، لابد من التقدم سريعا في التركيز النهائي لمثل هذا المشروع. احنا قدمنا في الدراسات ولكن اللي مازال هو تخصيص العقار، وهو معناتها تحديد الصبغه نتاع العقار، هذوما تتطلب زاد كيف كيف معناتها مجهود استثنائي من جميع الاطراف وبكلنا يد واحده، لانه بالنسبه لنا احنا مشروع المسلخ الموحد هو مشروع عنده ابعاد عده منها البعد الاجتماعي والاقتصادي والصحي والبيئي. دونك بما نحكي على سياقه الشركات بالشكل هذا، نعمل شركه نحط عليها مدير ونعملوا لها راس مال ونخليها تتحرك وتقعد ب 20 سنه وتدرس كيفها مشروع تطبق رقم حطينا عليه واحد جينا نطبق رقم نفس الحكايه. جينا تو اليوم في شركه مؤسسه بيئيه او تحكي وطنيه جهويه
تلمد البلديه تكون نحط عليها واحد ونقعد 20 سنه كيما قلت لك اسود بالضبط. كيما قلت لك ما يلزمش تكون الصبغه نتاعها جهويه بحته، يكون الدوله بيدها هي اللي تصدر قرارات بالشكل هذا وترفع المسؤوليه عنهم ذات، لان اليوم تقريبا انت ما عندكش حق بالبلديه تخرج الشارع واللي متلونجت معك. هذا هو، هذا هو اللي لازمنا احنا نحكيو فيه، التوجه الجديد، الاستراتيجيه الواضحه اللي لازم تكون معناتها موجوده على معناتها على الميدان، ونتعاملوا معها الناس كل بنفس التوجه، بنفس المجهودات، تتكاتف المجهودات في اطار معناتها التكامل كامل لسلسله لا يمكن تجزئتها. ما نجمش انا نحمل على البلديه نقول له برمش يهز الفضلات وما عنديش وين تخلي الفضلات. هذا هو دونك معناتها هذا هو التوجه اللي لازم نشوفه.